اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم بيت عبدو شيما. وحشتونا طبعا من الاسبوع اللي فات كالعاده، ويا رب احنا كمان نكون وحشناكم زي ما انتم وحشتونا. وطبعا في بدايه الحلقه لازم ارحب بالاستاذ عبدو اللي دايما منورنا في بيت عبدو شيما. ازيك يا عبدو؟ ازيك يا شيما، عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله ان انت ما اتضايقتش النهارده لما بقول لازم ارحب بالاستاذ عبدو. لا انا مش متضايق النهارده. طيب. احنا موجودين نازلين في كورونا وفي حاجات كتيره وفي ناس ربنا يستر، يعني احنا ماشيين فاهم، لازم يكون في متر ما بينه وبينك كده، يعني كنا هنطلع بالكمامات بس قلنا ايه خلينا. فالنهارده نبدا معاك، ربنا يحفظ مصر واهلها وشعبها، يحفظ الناس كلها دايما، الامه العربيه كلها كمان ان شاء الله. نبدا حلقتنا الجديده، دايما بنبدا بالمطبخ ومعانا ضيوفنا، بس هنبدا ايه ونعرف بالشيف اللي معانا النهارده، شيف محمد حامد. اهلا بيك يا شيف. ازي اخبارك؟ منورنا. اهلا وسهلا بحضرتك شيف محمد حامد، شيف حلواني. هيبوظ لنا الدايت ومبوظ كل حاجه. ربنا يستر بقى. هنكون معانا ان شاء الله. رجع لك تاني يا شيف ونبدا اول وصفاتنا، بس نرحب بضيفنا اللي موجود معانا في الاستوديو يا شيما. ايوه معانا باشمهندس احمد الحومي. ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله رب العالمين. حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. فضل احنا عندنا مطبخ وانت طبعا المطابخ كمل بعض. تمام. كمل بعض النهارده. هنرجع لك تاني وهنكون معاك باستفاضه ونعرف منك ايه عن شركه المستشار ونعرف كل حاجه ان شاء الله. بس هنبدا مع الشيف مع اول وصفاته معانا النهارده، فقول لنا يا شيف هتعمل لنا ايه حلو بقى ان شاء الله باذن الله. النهارده هنعمل الكوكيز اللي هو الفريش او كوكيز التوصله اللي هو بيتعمل بالبرندات اللي هي زي المطاعم الكبيره والفي اي بي والكافيهات والكلام ده كله. هنسهل الدنيا خالص جدا للمشاهدين بحيث ان احنا نعمل افضل حاجه، وفي نفس الوقت اي اسره تقدر تعمل الكلام ده خالص باذن الله. يعني الأطفال. احنا النهارده للاطفال وللاسره هنعمل كوكيز. بالظبط جدا. وهنعمل في هيتعمل في البيت، هنعمله قدامهم دلوقتي وهيشوفوا كل المكونات. بالظبط جدا. وهنعمل هنحاول نعمل منه كذا فليفري بحيث ان احنا نرضي كل اللي عايزين. يعني بالظبط كده، كذا طعم وكذا حاجه علشان كل اللي بيحب الشوكليت هياخد، اللي بالظبط اللي بيحب الكريسب هياخد، كل حاجه ان شاء الله باذن الله. حضراتكم الوصفه نازله على الشاشه. انا حابب دي بتاعت الكوكيز الفريش معانا على الهواء عشان اللي عايز يبدا معانا. بالظبط احنا برضه هنقولها برضه واحنا شغالين. تمام. بالظبط كده. احنا طبعا هنا ضيفنا الزبده. تمام. احنا دلوقتي المقادير معانا كل عايز يكتبها، اللي هي 650 جرام دقيق و250 جرام زبده، 25 جرام بيكنج باودر و200 جرام شوكليت، واربع بيضات، و5 جرام فانيليا، و300 جرام سكر خشن. ونرجع مع الشيف عشان نبدا نشوف الوصفه وهنعمل فيها ايه. طبعا احنا هنا هنحط الزبده طبعا بدايه كده مع السكر عشان نحصل على جناش متناسق. بالظبط كده. القوام بتاعنا يبقى متناسق في البدايه، زبده السكر الخشن مع بعض. طيب. لمده مثلا دقيقتين او ثلاث دقائق بالكثير قوي، يعني بنحط الزبده مع السكر. بالظبط كده. ونسيبهم الاول مع بعض. بالظبط كده براحتنا خالص، مستعجلين على حاجه. هي الوصفه سهله جدا وهنبسط بعد كده. طبعا ادي ايه قدامنا القوام بتاعنا، قوام معجوني بالظبط كريمي. اصبح الزبده ضربت خلاص هي مع السكر شبه ايه بتنتهي. يعني بنوصل لغايه ما تبقى زي كريمي زي الكريمه. بالظبط مع بالظبط كده قوام كريمي. بالظبط الزبده مع السكر الخشن بالظبط لمده دقيقتين ثلاثه. والدقيق لسه مرحله الدقيق في المرحله الثانيه بعد كده. احنا بننزل بخطوه خطوه خطوات خطوه خطوه بحيث ان احنا نسهل للمشاهدين واحده واحده جدا. بياخد ثلاث دقائق. بالظبط لمده ثلاث دقائق بالظبط الزبده مع السكر الخشن. احنا كنا مجهزينهم قبل كده وهنبدا بقى نجيب المكونات. بالظبط كده نبدا بقى. تمام. ادي بعد كده هننزل بالبيض واحده واحده. ممكن يا شيف بس توري الناس نلف ال الكيتشن الميكسر يا شيف. هو شيف مستمع علشان لف الميكسر علشان الناس تبقى. ايوه بالظبط كده. ماشي تمام كده. لفه كمان معانا وري الناس بقى. احنا دلوقتي بنضيف البيض معاه. تمام حطينا البيض. طبعا حطينا البيض. طبعا بنبدا كده ايه واحده واحده نلم ايه. تمام. الزبده معاه. تمام يا شيف. بعد ما بتضيف البيض وبياخد برده في الميكسر الشغل بتاعه بياخد الضربه بتاعته. بعد كده بنبدا ننزل بايه بالدقيق مع البيكنج باودر مع الفانيليا. البودره كلها بتنزل مع بعض مرحله واحده. دقيق بيكنج باودر دقيق 650 جرام مع 25 جرام بيكنج باودر مع 5 جرام فانيليا. تمام كده. وطبعا هنبدا بعد كده ننزل بالشوكليت شيب. بالشوكليت شيب. ممكن بقى حد حابب يحط اضافات مكسرات عين جمل اي حاجه. اي كان الاضافات اللي موجوده. بالظبط. اوكي اللي احنا بليفري. اي بليفري بقى. أوكي. بالنسبه للعجين دي المرحله بتاعت العجين. تمام. طيب قبل ما ايه تبدا تخلط مكونات العجين. تمام. معانا يا شيف هنرجع لك تاني قبل ما تبدا تجهز. ماشي. ونرجع للمهندس احمد الحكومي اللي منور النهارده صاحب شركه المستشار للالموتال والديكورات. مظبوط. تمام.
اهلا بيك مشرفنا النهارده. احنا دايما بنحب برنامجنا يعني ضيوفنا اللي عندهم مشاريع واللي عندهم حاجات ناجحه عندهم افكار يكونوا معانا ويعرفونا الاول بالمشروع ايه، الشركه عباره عن ايه، ايه اللي فيها. عباره عن مجال، انا المجال اللي انا بحبه وبحب اشتغل فيه مجال المطابخ ومجال الاورميتال عامه يعني. الغايه بتاعتي ان انا اوصل يكون في يوم من الايام في مكان في مصر مشهور عنه اتقان في العمل. دي الغايه بتاعتي، سواء في المطابخ او في الشبابيك او في الواجهات السكاي لايت، اي حاجه تخش تخص الاورميتال عامه يعني. يعني مش مطبخ بس يعني، المطابخ اي حاجه تخص الاورميتال بس. طيب احنا بقى عايزين نعرف بالاخص يعني موضوع المطابخ، ايه هي انواع المطابخ وافضلها ايه؟ انواع المطابخ هنا بالنسبه هكلمك على القسم اللي يخصني انا اللي هو قسم الالومنيوم او الاورميتال. تمام. في الالومنيوم اللي هو وفي الخشمونيوم. وفي نقطة عايز أوضحها هنا لبعض الناس بس، إن الألمونيوم في ناس فاكرة إن الألمونيوم حاجة والألوميتال حاجة والخشمونيوم حاجة. هو الاتنين واحد، ولكن الفرق ما بين الاتنين إن الخشمونيوم بيكون ألمونيوم ولون بلون الخشاب يعني بلون الخشب، عشان كده بيطلق عليه الاسم ده، ولكن الاتنين نفس الخامة ونفس كل حاجة. يعني هو كله ألوميتال لكن الفرق كله ألوميتال. كلمة خشمونيوم بتعبر عن اللون فقط هنا، إنما الخامة كلها واحدة. لونه خشمونيوم إنما هو كله ألوميتال. وعندنا طبعا في اللي هو الاكريليك والاتش بي ال وفي البوليلاك، دول كلهم اخشاب بتكون على واجهه المطبخ بس، اللي هي تكون الضرفه نفسها اللي احنا بناخد شغل الشغل يعني الملس زي ما بنقول، ده التطعيم اللي بيطلع منظر التطعيم يعني. بيكون في الداخل يعني، الخارج بيكون اكريليك او بوليلاك ومن الداخل بيكون الوميتال كده. انت بتاخد الخدمه بتاعت الاثنين، خدمه الاكريليك اللي هي الشكل المميز الجميل من الخارج او البوليلاك، ومن الداخل بتاخد الحاجه اللي هي ضد الميه وضد النار زي ماده الفايبر مع الاولوميتال من جوه. بس تمام يا استاذ احمد، احنا معانا اتصال تليفوني ناخده ونرجع تاني. فنقول الو. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا استاذه علاء، اتفضلي. انا بتكلم بخصوص الباشمهندس. الحقيقه ان انا اخت الباشمهندس احمد الكومي. ده اخت حضرتك. حضرتك معايا. اهلا بيكي. اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بيكم، انتم ناس جميله جدا ما شاء الله، بتشجعوا الشباب والله يعني يا ريت الناس كده فعلا تفكر بايجابيه زيكم. اللهم بارك. حبيبتي ربنا يخليكي. السؤال المهم ليكي بقى، الباشمهندس عمل لك المطبخ بتاعك ولا لا؟ بجدد ويعمل ايه؟ بامانه مطبخي بقاله 12 سنه من صنع ايده. ما شاء الله. 12 سنه ما شاء الله. ما عنديش حاجه فيه بايظه، ما فكرش اغيره من الابتكار اللي عنده. لا عايزين نغيره، عايزين نغيره. استغلي ان الباشمهندس غير بقى حاجات كتيره مع الباشمهندس، يغير لنا ايه ويعمل نظام جديد. والله بامانه عندي مطبخ بقاله 12 سنه من صنع ايده، ما عندي فيه حاجه بشتكي منها. ما شاء الله. ولما اجي اجدد الاقي نفسي انا عندي اصلا حاجه ماسينه، مش حابب يعني صعب. 12 سنه من صنع ايده بامانه. بتتكلم بجد، الشهاده مش مجروحه على فكره. ما شاء الله ما شاء الله. هو حبيبي هو عنده اتقان وعنده ضمير، وفعلا بيامل انه يشتغل الحاجه بضمير، مش بيتماشى مع الهوائيات بتاعه الناس والحاجه لاي كلام. هو عنده مبدا وماشي عليه ومش بيغيره. لا هو فعلا ما شاء الله باشمهندس حاجاته كلها وحاجات كتيره فعلا. غير شكر الناس عليه على السوشيال ميديا، الناس شكرت في الشغل. والله حقيقه والله حقيقه انا افخر ان هو اخويا بضميره وبشغله اللي هو فعلا ماشي بمبدا ما بيتغيرش. ربنا يخليكم لبعض، ربنا يخليكم لبعض. بس حاولي تفكري بقى تغيري المطبخ يعني. ما انا بفكر استغله بقى الفراغ. بالظبط كده يعني، فاهمة؟ حاولي استغلي النقطة دي. النجار مخلع. ان شاء الله باذن الله. ميرسي جدا للاتصال، انبسطنا باتصال حضرتك، ميرسي جدا. اختك بتقول يا باشمهندس ان هي بقى لها 12 سنه ما شاء الله المطبخ بتاعها. فعلا والله. ربنا يستر بعد الحلقه دي. لا الحقيقه. ان شاء الله باذن الله. هو الاتقان في العمل هو اللي بيخلي الواحد يستديم، يستمر، يفضل موجود في عمله، فالاتقان في كل شيء. واحنا نموذجنا النهارده في المطابخ اللي هي الحاجه اللي بتستعمل على طول وطول العمر، كل لازم تشتغل في المطبخ عليها وتستعملها، فلازم تكون فيها اتقان قوي جدا طبعا. فاحنا هنرجع لك تاني، بس نرجع نشوف كده عامل معانا ايه ونرجع. شفنا احنا وصلنا خلاص، احنا في مرحله الدقيق اخر حاجه اهو، فاهم؟ بعد كده ننزل بالشوكليت شيب، يبقى خلاص كده العجين جاهز كمان دقيقتين بالظبط باذن الله ان شاء الله. والشيف يكون مجهز العجينه بتاعتها بتاعت الكوكيز بالزبط. ونبدا ايه نشتغل عليه بالظبط ان شاء الله. تمام تمام حبيبي.
استاذ احمد هرجع لك تاني ومعلش يا شيم انا بس ايه عايز استاذ احمد عشان في حته مهمه جدا للناس كلها ساعه ما بيقول لك مطبخ او انا رايح اعمل مطبخ يقول لك انا هتحاسب ازاي هتحاسب بالمسك هيعمل لي ازاي وحسابات مختلفه وكل واحد غير التاني فعايزين نعرف ايه الحساب الصح انظمه الحساب ازاي في المطبخ الناس دايما ما هيش فاهمه الجزئيه دي فيا ريت توضحها لنا اكتر النهارده في ثلاث طرق يعني اكتر ثلاث طرق منتشره على مستوى الشركات او الورش او المعارض بس في افضلهم يعني خلينا عشان اختصارا للكلام كده افضلهم لاي عميل يخش خليه يتحاسب بالمتر المسطح بمعنى النهارده في ثلاث طرق اولهم اللي هي في متر مسطح اللي هو بيقول لك المتر فوق لوحده والمتر تحت لوحده في المتر مربع اللي هي بتتحسب الوحده اللي فوق بتتجمع ارتفاعها مع الوحده اللي تحت وبيبداوا يضربها في عرض المتر والطريقه الثالثه اللي هي المتر الطولي المتر اللي فوق والمتر اللي تحت الاثنين بيتجمعوا وبيتحسبوا متر واحد تمام افضلهم المتر المسطح المتر المسطح يعني اي حد ممكن هو ياخد مقاس مطبخه بايده بعد ما يخلص او قبل ما يشتغل اللي هو بياخد العرض اللي تحت والعرض اللي فوق ويجمعهم على بعض ويضرب في سعر المتر اللي بياخده من الشركه او المعرض او الورشه اللي بيشتغل فيها دي افضل طريقه وامن طريقه للعميل اللي يقدر حتى بعد الشغل يشيك على الشغل يعني بتاعه. افضل طريقه هياخد المتر المسطح تحت والمتر المسطح فوق ايوه بتجمع الامتار اللي تحت والامتار اللي فوق مثلا وليكن تحت 5 متر وفوق 7 متر يبقى عندنا الاجمالي 12 متر بتضرب في سعر المتر اللي انت متفق بيه مع الورشه او المعرض او الشركه اللي انت بتشتغل فيها طب باشمهندس قول لنا بقى ايه هي افضل طريقه لتصميم المطبخ وبالاخص كمان استغلال المساحات خلينا نقول السؤال ده نقسمه على تصميم المطبخ مبدئيا كده لازم نحدد الاجهزه بتاعتنا عندنا الاجهزه الاساسيه في المطبخ زي الحوض والثلاجه والبوتاجاز دول الاساسيات في ناس بتحط الغساله في المطبخ وفي بعض الناس بتحطها في على حسب المساحات ساعات بيستغلوا ده في المطبخ ايوه دي لازم الاول تكوني عارفه المساحات بتاعتك والرصه بتاعتها هتكون فين الثلاجه هتكون فين الفيش الكهرباء الغساله وتوصيلاتها طبعا وصلت الحوض لو في غسالات اطباق البوتاجاز طبعا وفي قاعده جميله يعني لو الناس تقدر تشتغل بيها كلها اسمها مثلث الحركه مثلث الحركه ليه ثلاث رؤوس المفروض صحيا والوقفه اللي تكون مظبوطه يعني عشان تكوني مالكه كل حاجه بالبلدي كده وانت واقفه في المطبخ يكون عندك على كل راس مثلث واحده فيها الثلاجه واحده فيها البوتاجاز وراس فيها الحوض يبقى احنا كده بعدنا الميه عن الكهرباء عن النار صح تمام دي طريقه طبعا في مساحات ما بتستحملش ان هي تاخد مثلث الحركه فبنعمل مثلث طولي يعني مثلا الثلاجه بتكون هنا وبعديها بشويه بيكون في الحوض ولكن البوتاجاز بنبعده على جدار تاني ده حرف ال وفي حرف اليو اللي هو فيه المثلث وفي حاجه تانية اللي هي المطابخ اللي زي نظام المطابخ الامريكان اللي هي بتكون على جدار واحد لازم نراعي مسافه معينه من كل جهاز والتاني ما تقلش عن 80 سم عن 80 سم ما تقلش عن 80 سم يفضل يعني عشان برضو احنا قلنا الميه والنار والكهرباء ونستغل المساحات ايوه عندنا بقى مساحات بتبقى ضيقه حاجات صغيره مزبوط. مش عارف يستغل دي ازاي طب احط دي مزبوط. ايه بقى اللي بنستغله في الحته دي الحته دي تبقى احنا عندنا في اساسيات في المطبخ برضو زي التوابل لازم يكون لها مكان قريب من البوتاجاز دي اول حاجه عندنا تاني في يعني حتى الحاجات اللي هي في بعض الحاجات ما حدش بيعمل حسابها زي المكانس والفرش وادوات التنظيف ديت المفروض يكون معمول لها دولاب طبعا في مكان كمان اللي هو المكان سله المهملات ديت بتتحط في المكان اللي تحت الحوض بما ان المكان دوت ما بيكونش مستهلك للحلل او للاطباق او الكلام دوت علشان بيكون فيه الوصله بتاعه الميه والموضوع ده كله احنا بنشرح دلوقتي للناس معانا بعض الصور من شغل الشركه وشغل المطابخ استغلال المساحات معانا الصور هي شغاله معانا اهو يعني عندنا دي حاجه الاكسسوري الجديد اللي بيقدر يشيل اكبر كم في اقل مساحه في اكسسوري جديد ظهر كتير قوي التخزين هي كلها بتوفر في الاماكن يعني انا ممكن اعمل وحده واحده او دولاب واحد يشيل معايا مثلا الزيوت ويشيل معايا السكر ويشيل معايا
اللي هي المكرونه والحاجات الاكياس ديت اللي هو بيفتح كله بيبقى سوفت كلوز بيبقى سحاب للخارج كده بحيث ان هي ما تاخدش مساحه يعني تفتح الدرج. عايز اجدد في المطبخ عايزين نجدد هنجدد انا دايما انا النهارده بيجي معاك بخساره بيجي معاك بخساره انا دايما علشان ايه نشوف كل اللي هو زي ما قلنا اخت الباشمهندس كيف كانت تستغل ان اخوها في الشغل ده كانت تستغل بقى ان الباشمهندس موجود وانت معايا النهارده. طبعا شغل الباشمهندس والحاجات واستغلال المساحات شايفه مثلا ده اكسسوري معانا اهو شايل كل الطاسات من غير ما تتحط فوق بعضها من غير ما حاجه تجرح حاجه من غير ما شيء تقدري تاخدي الطاسه اصلا لو حسبتها هي ما ينفعش تتشال فوق بعضها مع المساحات صعب ان انت مثلا تاخدي الطاسه الكبيره وفوقها الطاسه الصغيره والاصغر هتحتاجي كل مره انك تطلعيهم كلهم وترصيهم نفس الطاسه فاحنا ممكن نستغل ده بتحافظ كمان على ان ما فيش حاجه تخبط مش حاجه تتجرح من الالوان بتاعتها وبس هي كلها افكار بسيطه وغير مكلفه يعني. حلو قوي ده الفيتش بتاع حضرتك صح كده؟ عشان اللي حابب يتواصل مع باشمهندس احمد الكومي عن طريق الفيسبوك. وبمناسبه اللي احنا موجودين في البرنامج باذن الله لو حد اتصل علينا هيكون في خصم 15% ان شاء الله. حلو جدا. عرض دلوقتي من شركه المستشار على الهواء مباشره عرض النهارده خصم 15% لاي حد هيتواصل مع شركه المستشار ويعمل معاها مطبخ مع باشمهندس احمد الكومي. قومي هنرجع بقى بتشرف ان انا قاعد معاكم النهارده انا بتابعكم وبحب تلقائيتكم والمواضيع اللي بتداولوها يعني خاصه انتوا بتساعدوا الناس اللي لسه عايزه ليها هدف وليها غايه معينه. ربنا انت سر كل خير يا باشمهندس انت ما شاء الله شغلك تحفه ريحه اللي مش عارف هو الشيف لسه ما خلصش حاجه بس في ريحه حلوه في المطبخ. لا الشيف جوعني واخد بالك انا جوعت وانا قاعد احمد الريحه الحلوه جايه منين؟ طيب ايه الاخبار معانا؟ العجين كده خلاص جاهز بتاعتنا عجينه بالظبط كده بالظبط كده دي عجينه كوكيز جاهزه دلوقتي معانا تمام جدا. الماميهات في البيوت اللي حابين يعملوا حاجه جديده لاولادهم علشان ياكلوا منها بدل ما نشتريها من بره احنا نعملها بتعمليها في البيت بصنع ايديكي عن بطريقه الشيف محمد حامد. تمام نبدا كده دلوقتي لازم طبعا الاول زبدة على خفيف كده. تمام زبدة ده بقى ايه انت احنا هنعمل في الطاسة؟ بالظبط كده. لا ده شغل جديد يا شيخ. احنا دلوقتي يعني في حاجة هتتعمل في الطاسة وفي فورمة. بالظبط. يعني احنا هنعمل كده. هنعمل بالظبط ما احنا قلنا هنرضي كل المشاهدين. الدليفري كله هيبقى موجود فهنعمل هنرضي كل المشاهدين باذن الله. يعني اللي مش عنده فورمة مش عنده حاجة يقدر يعملها هنا ويعمل هنا ويعمل كل حاجة. تمام. تمام جدا. تمام يعني كده انت بتدهن الماده الدهنيه او الزبده بالظبط كده معاها تمام وبتبدا ايه هنعمل العجين نفسه هتبدا ايه تعمل هنبدا ايه نشكله جوه الفرن هنا بالظبط كده في الفرن وفي الصواني بعدين نبدا نوديه الفرن على درجه حراره 180 طيب. درجه حراره 180 لمده ربع ساعه بالظبط ربع ساعه طبعا في البيت لو عايز اي مشاهد او اي اسره طبعا عادي جدا بننزل بدرجه الحراره يبقى متوسطه بحيث ان احنا برضو ايه غير ايه الكهرباء غير البيت بالظبط تبقى سهل الدنيا معاه وتتابع برضو كده تمام يبقى احنا كده معانا هنعمل حاجه ممكن على الطاسه ومن نعمل حاجه في الفرن معانا في الفورمه بيبدا الشيف معانا دلوقتي بيعملوا الماده الدهنيه وبعد كده هيبدا العجينه ما خدتش وقت تقريبا يا شيف بالظبط هو اربع دقائق او خمس دقائق بالكتير جدا يعني ما فيش ايه وقت انا قلت هنسهل الدنيا خالص بحيث ان احنا نوصل البيت بالظبط تقدر ان هي اصلا تعمل الكيكس يعني في البيت بس ما تحلمش انها تعمل في البيت مش بس يبقى فاهم انا بس هنا بتفرج هنا في الحلقه احنا بنتفرج بس من امتى عملت حاجه اصلا يعني مش هنتكلم بقى خلينا ما انت بتاكل هنا كفايه بالظبط كده تمام يا شيف ماشي شوف دي طريقه الكوكيز طب لو بس ممكن مخرجنا بس يعني على الشاشه نظهر الصور بتاع في صور معانا ده في صور لوصفات الشيف والحاجات اللي عاملها حاجات جميله جدا بالظبط برضه احنا واحنا في المرحله الثانيه في تشيز عاملين تشيز بس مجهزينه قبل الهواء ايوه ده اللي احنا عملناه قبل الهواء مساحه كبيره جدا في توقيته وكده فمش هيبقى معانا مساحه على الهواء اللي احنا مجهزينه عملناه قبل الهواء عشان نقوله ونعرفه للناس بالظبط وهنعمل هنقول الطريقه بكل بالوصفه بالمقادير بالرزب بكل حاجه هتنزل على الشاشه برضه وهنشرح كل حاجه للناس المشاهدين باذن الله معانا دلوقتي يا شيما معانا شايف الاطباق بقى ده التشيز كيك اهي ومعاها قلب ونص قلب
يعني ده دي كانت في الفالنتاين تقريبا. معانا اصناف ايه شكل الطبق حلو جميل يعني العين بتاكل قبل ما الانسان طبعا يعني هم بيفهموا في الحاجات دي يعني البرزنتيشن بتاع الطبق هو طالع لازم يكون حاجه رائعه يعني فعلا تحبي تاكلي الجزء ده تشوفي القطعه سبحان الله زي اللي بعمله لك بالظبط يعني اللي هي بص تيجي بص باشمهندس احمد تيجي تعملي الكيك تاخد الكيكه يا اسنانك تطلع يا تتحمل انت فاهم حاجات كده غريب تقول لي انا الدقيق العيب في الدقيق لا على فكره لا لا ثانيه ثانيه غير صادق مش بتقولي لي دايما العيب في الدقيق ما هو اكيد طبعا العيب في الدقيق اكيد العيب في الدقيق هو العيب الهوا شهادتك ما كانتش يلا بينا العيب في الدقيق تمام يا شيف اوكي انا مش قادر اتكلم يا شيف هو ايه رايك في حته الستات البيوت كل ما كل مشكله ما تحصل مع اي حاجه يقول لك العيب في الدقيق لا لا هو العيب بيبقى في الدقيق لا لا مش في بص ستات البيوت على حق على حق ما نقدرش نتكلم في المواضيع ده بص يعني مش هنقدر نتكلم في المواضيع دي محمد حامد انت يعني غالي جدا عندنا وبعد اللي انت قلته ده هو العيب في الدقيق هو العيب في الدقيق ما نقدرش احنا نتكلم منك اركب شغله يعني هو عارف احنا هنتكلم نقول ايه لا العيب في الدقيق طبعا نقول ايه هو انا حاسه ان هو لا 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 بالنسبه لنا احنا ما نقدرش نتكلم حضرتك هو أيوة. اول عيب في الدقيق خلاص عرفنا المشكله في الدقيق وحش بالظبط هنبقى نجيب دقيق كويس تمام ماشي يا عبد ميرسي يا عبد انا غلطانه جبته لنفسي ماشي تمام يا شيف طب قبل ما تجهز الفرم وتجهز نرجع للاستاذ احمد عشان معانا اسئله مهمه جدا للناس عايزه تسالها عايزه تعرفها شويه حاجات كده بقى الناس بتتكلم على اللي حصل الفتره اللي فاتت مع الامطار والدنيا شبابيك الالوميتال جابت ميه شبابيك الالوميتال الدوشه والضوضاء والحاجه بره ما بتحجبوش المفروض الالوميتال عارفين عنه اللي هو ما فيش صوت ما فيش مطر ما فيش اي حاجه تمام مقفول لكن الناس لقت مشاكل كتير ليه المشاكل دي ايه المشاكل دي نتيجه لسوء الاختيار اولا في طريقه لكل الحاجه تختارها عشان تشتريها هو مبدئيا كده النهارده الالوميتال منتشر ما شاء الله على مستوى الجمهوريه لدرجه ان في مثل بيقول كل عيله بقى ليها بتاع الالوميتال بتاعها فعلا النهارده في بعض الشركات بتسحب القطاعات خفيفه جدا بمعنى النهارده انت لازم عشان تاخد شباك علشان تاخد شباك مثلا او تتفق على شباك عازل لازم تتفق على نسبه العزل اللي انت محتاجها لازم الشباك يكون دبل جلاس معزول من الداخل عشان يمنع لك الصوت لازم الشباك يكون راكب اكسسواره كامل وليه فتحات تهويه وفتحات مطر وده ما بينطبقش على جميع القطاعات اللي موجوده دلوقتي لسوء جودتها فانت النهارده لما تيجي تتفق على حاجه لازم يكون في ورقه مكتوبه او في تفاصيل انت تعرف تتفق عليها ما تفرحش بالسعر او بالشكل خلينا نقول ان هو لحظه ده نتيجة. لازم نختار صح ده نتيجه يعني عدم الاتفاق المظبوط الناس بتشوف من الشكل وبتختار او اللون بيعجبها من غير ما تتفق على التفاصيل يعني المهمه في الشغل احنا نقدر نقول من هنا اللي هو مش شكل بس ومش ازاز ومش لون وخلاص لا ده انت عايز مواصفات ده بيحجب الضوضاء ولا لا هيدخل مطر ولا لا كل حاجه بنسبه معينه ولازم الاكسسوار بتاع كل شباك يركب بالكامل بالنسبه للاكسسوار بقى في حاجه انا عايزه اقولها في مشكله بتواجه ستات البيوت بعد ما بيعملوا المطبخ ممكن تلاقي مثلا الدرفه بتاعها مقبض بيتخلع فايه الاسباب بقى الاسباب برضو عدم يعني النهارده لما نتفق مثلا على مطبخ لازم قبل ما نتكلم في اللون وقبل ما نتكلم في التصميم وقبل ما نتكلم في الشكل لازم نتكلم في سمكة الألومنيوم دي حاجة محدش بيتفق عليها هنا أو غير متعارف عليها من العملاء يعني لما يروح أول حاجة لازم تسأل عليها سمكة الألومنيوم اللي هتشتغلي بيها أنت كمعرض أو مصنع أو ورشة أنت هتشتغلي بسمكة ألومنيوم كم يعني 1.3 من 10 1.4 من 10 ولا محدش بيسأل في الموضوع ده لأن السمكة دي بيعتمد عليها تثبيت المسمار فيها أو البرشام النهاردة برضو في قطاعات مالية السوق بأسعار رخيصة سمكتها زي الورقة فبالتالي المسمار لما يتربط بيتفك بسرعة دي نقطة حتى لو انت جايبة اكسسوار نظيف او ايطالي او حاجة درجة عالية يعني دي نقطة النقطة التانية برضو اللي هي الاكسسوارات الرديئة زي المفصلات في مفصلات صيني في مفصلات بتتكسر بسرعة من الاستخدام وده نتيجة برضو لان الناس بتتفق على الشكل وعلى اللون قبل ما تعرف التفاصيل المهمة يعني المهم في التفاصيل الاكسسوري المفصله طبعًا الحاجات طبعًا. التجميع نفسها انا ما بتكلمش انا مش عايز اقول ناحيه الضمير لان الضمير دوت حاجه ربنا سبحانه وتعالى اعلم بيه بس انا بتكلم انت ازاي تامن نفسك ازاي انت رايح تختار يعني لما عميل يجي لي بيتكلم في الوان كل الالوان متاحه كل التصاميم متاحه ولكن لازم اتكلم في تفاصيل بحيث ان المعرض او الورشه او الشركه تفهم ان العميل اللي داخل ده فاهم هو بيقول ايه كويس فما ينضحكش عليه في الاخر
هي دي المشكلة اللي احنا بنواجهها دلوقتي واللي الناس بتسأل عليها. انا بلاقي شكل المطبخ جميل وسعره رخيص، وبلاقي شكل مطبخ تاني وسعره اوفر قوي. الاسعار والتفاوت الاسعار ما بين المطابخ وبعضها، ده كله بسبب ايه؟ بسبب الخامة. النهاردة طبعا في غلاء الاسعار، بينتشر خامة رديئة في السوق علشان تنزل بسعر منافس للاسعار التانية، فالناس بتفرح بيها. ف الرخيص غالي، يعني في مثل بيقول الرخيص غالي. انا شغال من سنه 2003 في مهنه الالوميتال ديت، وسافرت سافرت خارج مصر. وفي وظيفه من ضمن الوظائف كنت فيها اللي هي خبير هندسي في المحكمه التجاريه في الرياض. الوظيفه ديت خلتني اقابل المشاكل اللي حضرتك بتتكلم فيها دي كلها، وكلها ناتجه عن سوء اختيار المعدن اللي موجود. الالومنيوم سمكتها ضعيفه. يعني من هنا نقدر نقول للناس كلها خلي بالكم من الخامات، خلي بالكم من كل تكلم حاجه. تكلم في التفاصيل قبل ما تتكلم في الشكل. انت يا باشمهندس قول لنا مثلا ايه نصيحتك للي عايز يعمل مطبخ بصوره سريعه كده؟ نصيحتي هنا ان انت وانت بتخش تشتغل اعرف نوع الاكسسوار، اعرف سماكه الالومنيوم اللي هتشتغلها قبل ما تروح تجيب رص الاجهزه بتاعتك انت بنفسك. اعرف فين المكان المناسب عشان العميل يكون مبسوط في الاخر، لازم يكون فاهم هو بيتفق عليه. باشمهندس احمد الكومي نورتنا وشرفتنا، والنهارده استفدنا معلومات كثيره جدا. رساله اخيره بس عايز اقولها. ايدك اتفضل. عايز اوجه الشكر لامي اللي علمتني الرضا وعلمتني حاجات كتير في حياتي انا عايش بدعوتها. وعايز اوجه الشكر والدعوه بالرحمه لابويا الله يرحمه. هو اللي علمني الامانه، وهو اللي علمني الاتقان، وهو اللي علمني اي حاجه كويسه انا بعملها. الله يرحمه. الله يرحمه. شكرا ليك. نشكر برضه اخت حضرتك يا باشمهندس اللي اتكلمت. طبعا اكيد طبعا اكيد. شكرا طيب. ليك يا باشمهندس احمد صاحب شركه المستشار للالموتال. تابعونا في الفقره الجايه، استنونا بعد الفاصل ما تروحوش بعيد.
ورجعنا لكم بعد الفاصل لسه مكملين معاكم. والفقره دي بقى انا هرجع للشيف، بس عايز اقول حاجه، بس فقره الفاشن والحاجات الحلوه، اللبس الحلو، وانا زي اي بنت بتحب اللبس وتحب الالوان وبتحب الموضه. مالك يا عبدو، في حاجه؟ لا خالص. بتحب الحاجات اللي هي الحلوه دي. فالنهارده انا معايا الفاشن بلوجر او لوزه الشهيره بلوزه، وهي هبه احمد. ازيك يا هبه؟ عامله ايه؟ الحمد لله كويس. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. ومعانا كمان مدام جيهان مامه هبه احمد. اهلا بيكي، نورتينا النهارده. ربنا يخليك. هنتكلم في كل حاجه ونعرف البدايه ونعرف يعني ايه فاشن بلوجر، ونعرف حاجات كتير قوي. بس هرجع للشيف بقى اشوف هيعمل ونرجع ايه، ونرجع بقى للشيف شيما. ونرجع بقى انت ايه؟ طبعا احنا خلصنا مرحله الكوكيز وهنبدا نودي الكوكيز ايه الفوق. طيب احنا كده ممكن نوريها للكاميرا شيف؟ لو ممكن نوريها للكاميرا احنا عملنا ايه. تمام. ده احنا دي عملناها في الطاسه وعملنا اثنين في الفورمه بالظبط كده. ايوه بالظبط. خليها ايوه دول اثنين في الطاسه. تمام كده. واحده في الطاسه عملناها. تمام. يعني حتى لو ما فيش حد عنده فورمه يقدر يعملها في اي حاجه بالظبط. وفي دلوقتي معانا نفس العجينه عملناها اثنين في الفرن في الفورمه بالظبط كده. وابدا نحطها في الفرن على درجه حراره 180 درجه لمده 15 20 دقيقه باذن الله. بس بجد فعلا على فكره هي سهله جدا وبسيطه بالظبط. احنا قلنا هنعمل اسهل حاجه بحيث ان احنا نسهل لكل اسره ان هي تعمل الكلام ده في البيت وهي قاعده. ده انت والله تسلم ايدك يا شيف بجد. طبعا في حاجه ثانيه، طبعا احنا كنا قلنا في اول الحلقه تشيز، وقلنا للمشاهدين كده تشيز برده وكده. طبعا احنا عندنا تشيز ستوبري معانا حاجه كده. واو يا جماعه. وعندنا عندنا تشيز ببسكوت كده معين، مش هينفع نقول اسمه عشان ما يبقاش دعايه. يعني معانا بالفراوله ومعانا كمان فليفر تاني بالظبط جدا. وادي الفينش بتاعه، طبعا حاجه بسيطه جدا. ده الفينش بتاع بالظبط عشوائي كده بشكل معانا عشوائي. معانا برضو احنا معانا مقادير الكوكيز التشيز. مقادير وهنشرح للناس دلوقتي طبعا ازاي بنعمل التشيز ده من اوله لاخره. طبعا ممكن تقول لنا كده شيف؟ طيب ممكن بالظبط. يعني هو بالظبط بياخد كيلو 100 جرام جبنه كريمي. تمام. طبعا بنضرب بننزل بالجبنه. بعد كده بننزل ب 300 جرام سكر. تمام. يتدوبوا مع بعض كويس يبقوا كريمي، معجون كريمي بالظبط. وبعد كده بننزل بثلاثه بيض. تمام. عليهم ياخدوا لفتين بحيث نحافظ على القوام بتاعهم. بعد كده بننزل بواحد اصفر بيض. يبقى ثلاثه بيض وواحد اصفر بيض. الاول الجبنه مع الجبنه مع السكر الخشن 300 جرام. بعد كده بننزل ب 300 بثلاث بيضات. وبعد كده بننزل بواحد اصفر بيض. ده كتير قوي. ايه ده؟ لا 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 دي حاجات بسيطه خالص. ده هم اربع فليفر بالظبط. يعني الايتم كله جبنه وسكر وبيض وكريم حيواني. وكريم بسيط جدا وسهل. يعني مش حاجه متعبه. يعني مقادير التشيز كيك برده شكلها حلو قوي. التشيز صوروها بقى صوروها. وفي الاخر خالص بننزل ب 155 جرام كريمه سوفت. تمام. بعد كده في بسكوت موجوده معانا فعلا دلوقتي يا شيف على الناس على الهواء بالظبط. هي دي المقادير. كيلو 100 جرام جبنه كريمي و 300 جرام سكر خشن. تمام. و 155 كريمه كريمة خاف حيواني بالظبط جدا. والكوكيز برضو نزلت معانا تاني علشان اللي حابب دي يصورها ويعرف المقادير بتاعتها. كده معانا الوصفتين بالظبط. وبنجيب 300 جرام بسكوت بنسيحهم مع الزبده 200 جرام زبده وبالظبط. بنعمل اندرلاين في الفورمه وبعد كده بنصب القوام بتاعنا ده بعد ما اتضرب جوه ايه الفورمه. بقول لك ايه، ممكن تجيب لي الشيز كده؟ مش مشكله، ما عنديش مشكله. عاوز الدايت النهارده الشكل الدايت. انا خايف على حضرتك. لا مش خايفه، انا ذات نفسي مش خايفه صدقني. الدايت كده احنا قدامنا. ادي تشيز توبي وادي تشيز الايتم الثاني بتاعه برضه. مش ادي الايتمين. واحنا قلنا في الاخر التشيز ده بيتسوى مثلا درجه حراره 130 درجه مئويه في حمام بخار. طيب واحنا معانا الكوكيز في الفورمه بالظبط كده. بنجيب الفورمه بتاعتنا بعد ما بنصب البسكوت في الاندرلاين بندهن برضه ايه الزبده، نحط البسكوت اللي جهزناه المطحون. تمام. وبيتكبس كويس. بعد كده بنجيب التشيز بنصبه في قلب ايه الفورمه. تمام. بنبقى عاملين حمام بخار. حاجه ثانيه وهو ميه. اه بالظبط ميه بتحط. تمام. لمده بيخش على درجه حراره 130 درجه لمده 45 ساعه ونص. ساعة ونص او ساعتين الا ربع. عشان كده احنا قلنا طبعا مفيش مساحه للكلام ده. صح. طيب احنا شرحناها. الشيف محمد حامد النهارده معانا شرح لنا كده وصفتين، وصفه الكوكيز اللي عاملها معانا على الهوا، وصفه التشيز اللي نزلت مقاديرها معانا برضو على الهوا اللي حابب يعملها. تابعونا بقى وتابعوا الفقره اللي احنا فيها دي مع الفاشن بلوجر ومع شيما. أيوة. والشغل اللبس بقى شيما ونبدا معاك. لا ومش مش اي لبس يا عبدو. انا صاحب يعني ضيفتي النهارده منوره النهارده في البيت والله العظيم. الجروب اللي عندها بيتخانقوا
بيتخانقوا. انت تعرفوا يعني ليه بيتخانقوا في القصه دي جايه بعدين، بس اتفضل يا عبده بقى اسالها، انت كنت عايز تعرف منها البدايه. احنا كنا فعلا عايزين نعرف منها ونعرف بدايه الفكره جت منين، بداتوا ازاي، ايه اللي خليكم تاخدوا اللبس بالذات. بدايتي هي من 3 سنين بالظبط، بعد ما خلصت مرحله الثانويه العامه، بعد كده دخلت بقى في مرحله الكليه، خدتها بجانب الكليه تمام يعني. وابتديت انا حبيت، انا حابه الموضوع يعني، انا واخداه كحب يعني، انا زي انا بحب زي اي بنت بحب اللبس وبحب الفاشن، فحبيت ان انا طبعا انا حاسه بيكي طبعا زي اي بنت طبعا بتحب اللبس والموضه والالوان طبعا، فقلت اجرب يعني اعمل حاجه اللي انا بحبها واشوف. وفعلا عملتها ولقيت ان انا الموضوع حباه، وطول ما انا حابه الحاجه بكمل فيها وببقى معاها طبعا اكيد. طيب في حاجه بقى تانية انا خدت بالي منها، ان انت الحاجه عندك وان بيس. ايه الفكره؟ هي الحاجه بتبقى وان بيس علشان يعني تبقي مميزه بالحاجه اللي انت لابساها، ما يبقاش ناس ثانيه غيرك لابساها، تحسي ان انت منفرده بيها كده يعني. انت عايزه العميل يكون ياخد منك الاوردر يبقى مميز، مش حد زيه. انا بكرر حاجات بس مش دايما يعني، يعني فين وفين لما بكرر حاجه، لكن في الاساس انا الحاجه بتبقى وان بيس بس، عادي ممكن اكررها لكن مش دايما. هي بتبقى مش يعني، دي براندات من بره انا بجيبها من بره، وكل عايز حاجه ببقى كاتبه مقاسها بيكتب تحتها حجز وخلاص، وبعد كده بشحنها له بقى. انا مش محل، انا اونلاين بس. طيب معانا برضو حاجات يعني، ايه المشاكل اللي بتواجهها في المقاسات؟ علشان دلوقتي ده شغل اونلاين، ففي مقاسات بتطلب، لا انا عايزه مقاس ده، لا ممكن يطلع واسع ممكن يطلع ضيق، فازاي بتظبطي المقاسات وازاي بتبعتي للناس المقاس؟ انا ببقى كاتبه لهم الطريقه يعني، انا ببقى هم عارفين يقيسوا ازاي، بالذات كمان البنات القديمه انا ببقى قايله لهم يعملوا ايه. ببقى كاتبه كل مقاس كل قطعه بالسنتي، هم بقى بيتاكدوا من مقاسهم بعد كده بيطلبوها. يعني القطعه احنا معانا دلوقتي القطعه على الهواء بتتعرض يا شيما، بجد شويه حاجات واو تحفه تحفه تحفه. ده كوليكشن 2020 دي صح؟ ده السنه دي كل ده الحاجات ده دوت كان اخر كوليكشن كمان لسه نازل، كان الاسبوع اللي فات او اللي قبله. يعني المقاسات نفسها للقطعه انت اللي بتحطي المقاس القطعه، مش بتاخدي المقاس منهم وتجيبي لهم لا لا، هي بتبقى عندي في البيت، انا بصور، بعد ما بصور الحاجه بقول لهم، بنزل اول برومو بقول لهم يا جماعه ان شاء الله الكوليكشن هيبقى يوم كذا الساعه كذا، تابعوا. بعد كده بقى كل الناس تحضر نفسها على الميعاد اللي انا قايله عليه، وبعدين بقى بنزل كل قطعه. منتظرينك يا غالي والله. بنزل بقى كل قطعه بمقاسها، ببقى كاتبه المقاس والسعر تحتيها، وهم بقى بيكتبوا اللي عايزها حاجه بتكتب تحتيها حاجه. انا شفت اول مره في حياتي اشوف جروب يعني الاعضاء اللي فيه بيتخانقوا والله العظيم بيتخانقوا. بص عاملين زي اول ما هبه بتنزل الكولكشن بتاعت برومو، انا هاخد لا مش كده. طب والله ده عشان هي بتبقى بيس بينزلوا فستان. يا جماعه لو سمحتوا الفستان ده بتاعي اللي هو ايه ده انتوا بتعملوا ايه فيه ايه؟ بيتخانقوا مع بعض. انا هقعد الاول. هي الاولويه بتنزل الفستان، الفستان ده خاص بتاعي يعني، بيبقى فيه كده عشان خاطري بتبقى قطعه واحده بس، انا بخلي دايما الاولويه اللي ما خدتش قبل كده خالص. ايوه بالظبط، ده سؤال بقى كنت عايزه اساله لك، انت ازاي بتراضي العملاء اللي بيتعاملوا معاكي، وبالاخص ان هو الحاجه عندك بتبقى وان بيس، ازاي بتراضيهم كلهم؟ تلت الجروب كله عاوز الفستان ده، بتعملي معاهم ايه؟ ما هو انا بقى يعني انا بحاول ان القطعه ديت اشوف يعني، بحاول ان انا برده يبقى في سنس كده، اشوف مثلا لو واحده محتاجاها بس عشان مناسبه يعني، بلاقيها مثلا ادي لواحده ما خدتش مني قبل كده عشان خاطر ما تقولش، اصل في ناس كتير تخش تقول ايه الجروب ده فيك، الجروب ده مش عارفه ايه، فطبعا لازم اراضي الكل، ما ينفعش اراضي قديم بس. صح. لا قديم وجديد. صح. فعلى قد ما اقدر يعني بحاول. الحاجات اللي احنا شفناها قدام حضراتكم دي حاجات تحفه وحلوه قوي، حاجات جميله جدا يا شيما. بس انا عايز مدام مدام شيهان والده لويزا هبه، فعايزين نعرف منك انت معاها متنداها، كنت معاها ازاي، بدات المشروع ازاي؟ هو والله في الاول بدات هي بجانب الكليه، بدا الموضوع عندها كفكره، بدات يعني قلت لقيتها يعني طموحه، فطبعا ان انا اسندها بنزل معاها بتاخد رايي في اللبس في الحاجات دي كلها، فابتديت واحده واحده معاها يعني، لقيتها الموضوع فعلا يستاهل ان هي تقف وتمارس فيه. هي زيها زي اي ام بالزبط. شافت بنتها دخلت مشروع ونجحت فيه وما شاء الله عليها، فوقفت جنبها وسندتها. طب وقول لنا بقى يعني، والد هبه كان اخباره ايه؟ والله هو في الاول كان قلقان من حته الدراسه، ان هي مثلا تاجل دراستها تاثر في الدراسه بتاعتها، بس طبعا اما لقى الموضوع كويس معاها وان هي موفقه ما بين دراستها وما بين المشروع بتاعها، فابتدى هو كمان يساعدها.
يعني بعد ما كان في الاول معترض دلوقتي هو بقى بيساعدها. ابتدى يساعدها اكتر مني كمان دلوقتي. فابتدينا معاها يعني تساعديها وتشجعيها وتقفي جنبها طبعا. بالظبط الصراحه ده انا كان في يعني في كذا قطعه انا ببقى مش عارفه ماما طب ايه رايك تقول لي لا حلو. ايوه بقى كنت عايز اسالك يعني انت دلوقتي الحاجات الحلوه اللي احنا بنشوفها وشفناها قدام حضراتكم دي عايزين نعرف انت هل الحاجات دي بتختاريها يعني على ذوقك انت ولا انت بتستعيني مثلا بوالدتك او بصديقتك او باصحابك ايه بتعملي ايه؟ لا ماما طبعا هي الاول وطبعا برده ان في صحابي ببعت لهم يعني في صحاب بصور لهم اقول لهم ايه رايكم حلوه تمام لكن في الاول ماما هتبقى جنبي دايما يعني فبفضل اقول لها ايه ماما تقول لي لا حلوه تمام بس في حاجات لازم ببقى يعني مش عايز رايي بس لازم ببقى محتاج راي ماما وناس كمان معايا لان انا كان في برده كذا درس ماما كذا مره تقول لي لا ده حلو على فكره خديه قلت لها يا ماما لا مش حاسه انه قوي لا خدي واخدهم يبقى البنات تبقى عايزين عليها تلاقي في عليه خناقه اجي اقول لها بصي يا لوزه كده كده اصل البنات كلهم بيتخانقوا عندك على الجروب على الكراتين لا هي بتحب تجيب المميز وبتتعب جدا عشان تجيب حاجه مميزه حاجه بحبها فانت طول ما انت بتعملي حاجه انت بتحبيها هتلاقي نفسك بتدي فيها قوي يعني انا حاسه ان انا بعمل حاجه انا مبسوطه بيها فمش بجيب اي حاجه وخلاص انا بجيب الحاجه اللي عجباني اللي حاسه ان انا لما انزلها على الجروب يقول ده شغلها حلو مش مجرد ان انا بنزل انا اللي حاسه ان انت يا لوزه بعد كام سنه كده يعني هلاقيه كده هتبقى احلى واشهر فاشن بلوجر وصاحبه مشروع جامد جدا انا عايز ارجع لها برده واسالها بقى ايه فكره ان انت هتبداي تعملي جروب واسم الجروب قعدتوا تفكروا في الاسم قد ايه وصلتوا الاسم ده ازاي الاسم ده هو اسمه ايه اساسا نجوش نعرف مشاهدينا برضو هو اسمه بي موزة بس انا من ايه بي موزة يعني خليكي موزة طيب انا اصلا ده ما كانش اسمه في الاول انا الاول كان اسمه جيرلز ستايل بس حسيت ان هو يعني الاسم دوت موجود كتير وكمان في جروب مشهور قوي كان اسمه كده فقلت لا هغيره احس عايزه ابقى حاجه جديده ومختلفه فغيرته للاسم دوت عشان خاطر حسيت ان هو يعني 3 ايام بالكتير ان شاء الله يعني ما بياخدش وقت على طول الحاجه اللي احنا بنلاقيها لان هي اصلا بتبقى عندي يعني هي اصلا بتبقى عندي في البيت مجرد بس ما بس الموضوع بصور بعد كده بنزل والحاجه بشحنها على طول واللي بيحجز بياخد على طول يا شيمه وكل الستات بتحجز وحجز كتير وحاجات كتيره بتتحجز معانا عايزين يعني ماما دايما مسنداكي دايما جداً معاكي جداً. شيمه معاكي لا انا بس كنت بس عايزه اقول للمتابعين برنامجنا بيت عبد وشيمه بجد تابعوا لوزه او هبه احمد جروب بتاعها حلو قوي قوي فيه فساتين تحفه بجد هتعجبكم كل اصحابي واصدقائي وانا شخصيا بقول لكم كده حاجات عندها حلو قوي يعني انا هخس ان شاء الله ان شاء الله هخس مخصوص عشان البس من عندك هبه هجيب لك مخصوص هخس واعملي حساب المساتين الكبيره ارجوك يا سعاد عايز ارجع للاستاذ شيهان بس واسالها دلوقتي مين بقى اللي بيساعدها هي في اختيار لبسها ومين اللي بيساعد حضرتك هي بتساعدك في اختيار لبسك ولا مين الاذواق مع مين بقى في لبسكم انت لا هو هي يعني انا بقول لها برضو رايي وهي بتقول لي رايي الاثنين بياخدوا اراء بعض راي بعض مين اللي الراي بيسود في الاخر لا انا لا ماما رايها بيبقى حلو كويس جدا ساعات بتبقى برضو يعني متردده فبتلاقي اقبال بقى على القطعه بقول لها شفتي فابتدت بقى هي لا تاخد رايي بقى وتعمل بيه يعني في الاول كنت بقول لها لا يا ماما انا حاسه ان هم عايزين حاجات يعني حاجات ايه بنتي بتجيبي حاجات واو بجد انا والله عن نفسي انا ما شفتش حاجات دي غير عندك هي من كتر حرصها على الذوق انا عايز اقول لك ان انا اصلا ما كانش شغلي فساتين يعني انا الاول اساسا كان شغلي كنت بجيب كل حاجه بس انت اتميزت اكتر بالفساتين هم بعده يقولوا لي لا جبت كنت بجيب فساتين على فترات فطلبوها مني لا بص بقول لك ايه خليكي في فساتين وانت خليكي في فساتين عايزين نعرف ونقول للناس تاني صفحه الفيسبوك اسمها ايه اوصل لكم ازاي على طريق الصفحه الاكونت بتاعي الجروب بيموزة تقدروا تتواصلوا وتلاقوا كل جديد وشغل الفاشن اللبس اللي البنات كلها بتحبوا شيمة من اولهم وعايز ارجع بقى مع شيفنا شيمة علشان نختم معاه مع شيف محمد ايه يا شيف فينك يا شيف ايه الريحه الجامده دي يا شيف انا عايز اسال سؤال الشيف معلش سؤال اخير كده انت مين اكتر حد ساندك وشجعك وتحب تشكر مين بصراحه يعني يعني اول حاجه الفضل لربنا دي يعني اول حاجه تاني حاجه الفضل الكبير جدا لبابا والماما هم اللي ساندوني جدا وتعبوا معايا جدا ربنا يبارك لك فيهم يعني دول يعني تعبوا معايا كتير يعني الحمد لله وانا بشكرهم على الهواء ربنا يبارك لك يا شيخ الاخبار الحاجه بتاعتنا احنا خلاص قدام يعني خلاص قدامنا احنا ممكن نطلعها بقى
ممكن نطلعها دلوقتي. بالظبط كده تمام. ومعانا دلوقتي كمان التشيز كيك اللي نزلت مقاديرها معانا، شكلها تحفه والله. انا ما عارفه انا بنهار بسبب الدايت، ندمانه ان عملت دايت النهارده اصلا. طبعا الطاسة اكبر شويه فهتاخد تايم شويه زياده شويه. طيب نوري الفورمه للناس، نوديها عند التشيز كيك مع بعض عشان نوري كل حاجه مع بعض، نوريها كلها مع بعض. تسلم ايدك يا محمد. تسلم ايدك. شوف محمد كان كنت معانا. ايوه دي كده الكوكس. انت بقى ايه اللي عايز احط عليها؟ شوكليت اللي عايز احط بالزبط عليها بالظبط. الفينجر كله موجود بقى، شوكليت فاكهه بالظبط كده. فينش ممكن زي واحده كده نحط واحده. هنفنش واحده بقى. فنش واحده دلوقتي علشان احنا خلاص وقتنا خلص. شفنا تمام مفيش مشاكل. ايوه تمام احنا نسهل الدنيا خالص. هنعمل دي كده ايه؟ سكر. السكر والبودره. السكر البودره كوكيز. كوكيز دي كده كوكيز او بسكر. حد عايز شوكليت، حد عايز فاكهه. هنبدا نحط الفليفر بتاعتنا زي الشلال كده. تمام دي بقطع الفاكهه بالظبط كده بقصه كده بشكل. طريقه الكوكيز سهله جدا، تتعمل في البيت سريعه. نعملها لاولادنا يا جماعه. بلاش نشتري حاجه من بره، وخصوصا حتى الفتره دي على الاقل يعني. واللي تشيز كيك برده الشيف عملها بطريقه حلوه قوي جدا جدا. والتشيز كيك دي والله بص يعني اجبالي من دلوقتي لو سمحت. شكلها تحفه. مخرجنا يجيب بقى الايه الشغل. خلاص شيف وشكرا ليك. شيف محمد انت كنت منورنا النهارده على مدار الحلقه. شيف محمد حامد شكرا لوجودك معانا النهارده. شكرا لضيوفنا اللي كانوا معانا. هبه جميله ميرسي جدا لوجودك النهارده انت وطنط الهان. بنشكر حضرتك. شكرا المستشاره اللي كانت معانا. شيما يستنونا ضيوفنا ان شاء الله يوم الخميس الجاي الساعه 5 برنامج بيت عبده وشيما. مع السلامه.